أبو ريان من حائل، تفضل أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. مساكم الله بالخير يا شيخ صالح. حياكم الله. ترى في ارتداد. شيخ صالح الله يحفظك، عندي أكثر من تسأل الله يحفظك. أبو ريان لو سمحت بس تقصر التلفزيون شوي، لأن في ارتداد الآن من صوتك. ما عندي تلفزيون الله يحفظك يا شيخ عبد الكريم. طيب تفضل. سم. السؤال، عندنا ناس منطقة حائل يقومون بإظهار آبار يعني ناية عن عن المدن والقرى، وبعد ذلك يبني له مسجد على هذا المكان، وبعدين يجيب له مجموعة أسماء أشخاص ويقدمهم على الشؤون الإسلامية بحجة أنهم يطلبون إقامة صلاة جمعة بهذا المكان، وهم ما فيها أحد ولا عنده ساكنين، يعني إذا جاء يوم الجمعة يجون من القرية والمدينة ويصلون ويصلوا كل نروح على ما قال قريته ومدينته. أنا أسأل عن حكم الصلاة يا شيخ صالح الله يحفظك. يا أخي ما تقام الجمعة إلا بفتوى من دار الإفتاء وتقرير يقدم من وزارة الشؤون الإسلامية ويعرض على اللجنة الدائمة فينظرون فيه هل يسوغ لهم صلاة الجمعة أو لا يسوغ. لابد من هذه الإجراءات، ما هو كل بهواه، والأمور ليست فوضى، لازم يتقدمون لوزارة الشؤون الإسلامية. وزارة الشؤون الإسلامية تكون لجنة تطلع على الموقع وعلى البلد وعلى الحارة وتقرر هل يستحق أو لا يستحق، ثم يرفع للإفتاء، ثم الإفتاء ينظر فيه ويرى رأيه. نعم الشيخ صالح الله يحفظك، تسمعني؟ نعم نعم. أعتقد إن عندهم فتوى يا شيخ صالح، بس الحال كما ذكر يعني كما ذكرت أنا ما هم ساكنين ولا عند واحد الشخص هذا صاحب المال، يعني يعني ما للأسف إنهم يجاملون من قبل الشؤون الإسلامية. إذا كان عندك إذا كان عندك يعني ملاحظة عليهم، تقدم الفرع وزارة الشؤون الإسلامية في حائل وشؤون المساجد، وهم ينظرون في هذا ويستدركون إذا كان فيه ملاحظة. نعم.